كيف تقرأ ما قاله مجلس الحرب الإسرائيلي أنه يدرس اليوم ردا محدودا على إيران بعد العملية التي قام بها؟ هل من الممكن أن نجد هذه العملية المحدودة ما بين قوسين؟ نعم، أنا أعتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية بحد ذاتها هي معارك استنزاف، لكن هي ذات تأثير عالي. لا نتحدث عن معارك ذات يعني حجم كبير دون وجود تأثير، وخاصة في الرد الإيراني. أما الرد الإسرائيلي فكان استهداف لغرفة عمليات بالتحديد، مقتل خبراء على مستوى عال جدا. ونتحدث عن أن تلك العملية لو قارناها بعمليات أخرى أمريكية فهي توازي وربما أكثر من الضرر الذي حصل ما بعد استهداف زعيم ميليشيا فيلق القدس زعيم ميليشيا فيلق القدس الذي اغتيل في بغداد قاسم سليماني بعملية البرق الأزرق في العام 2020، أي قبل أربع سنوات. هذه العملية توازيها من حيث أهمية الأشخاص ومن حيث تموضع، ونحن نتحدث هنا عن ارتدادات دبلوماسية وارتدادات أيضا سياسية وارتدادات أمنية وأيضا عسكرية. فهذه غرفة العمليات التي كان من المفترض أن تكون بعيدة عن الممثليات القنصلية والدبلوماسية إلا أنها كانت قريبة جدا، وكانت بحد ذاتها تلك الرسالة هي واضحة. ربما الولايات المتحدة تنصلت من مسؤوليتها من حيث أنها أشارت منذ اللحظات الأولى أننا لم نكن نعلم بتنفيذ تلك الغارات. حتما ربما يعني في الغالب يعني اتحدث لا يمكن ان تخبر الجانب الاسرائيلي بكل ما تحركاته العسكريه في السماء السوريه، وربما هنالك بعض العمليات التي تكون في مناطق النفوذ او مناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحده، لا سيما في منطقه البوكمال على سبيل المثال، عندما اغار سلاح الجو المسير الاسرائيلي على مجموعه من الاهداف وقدرت في حين 10 اهداف، اي قبل العمليه بقرابه اسبوع، اغتيل فيها ايضا قاده من الحرس الثوري الايراني، لكنهم ربما قد يكونون من قيادات الصف الثالث. ونتحدث عن مجموعات التي تقوم بالتدريب على الاسلحه، لا سيما على المسيرات والاسلحه الدقيقه، الصواريخ البالستيه التي توجه ضد القوات الامريكيه المتموضعه في محيط حقول النفط والغاز، إضافة إلى المناطق التي تتموضع فيها عسكريا كقاعدة خراب الجير وكذلك أيضا قاعدة التنف. ولكن